أهلا وسهلا مشاهدينا لجزئية الرياضة والملاعب الخضراء. حنتكلم الآن عن تفاصيل مختلفة من الأحداث الرياضية سواء كان المحلية أو حتى العالمية. رفقة صحف المحلل الرياضي أستاذ سامي دراس، أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير عليكم حمزة ولينا، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الشروق. إن شاء الله نقدم ما هو مفيد للمشاهد إن شاء الله، خاصة لمحبي الكرة والملاعب عموما. طيب أستاذ سامي، يمكن يعني اجتماع وزارة بعد اجتماع وزارة الصحة والشباب والرياضة واتحاد الكرة، وتقرر أن يكون في اجتماع يوم الاثنين القادم، ده كله لإعادة المنتخب الوطني للنشاط الرياضي من جديد. يعني ما هو المتوقع في الاجتماع المقبل يوم الاثنين؟ جيد، يمكن اتحاد كرة القدم مشى في مسار داخلي عشان ما يستأنف الدوري الممتاز، وتواصل مع الجهات السيادية متمثلة في وزارة الصحة واللجنة العليا للطوارئ الصحية عشان ما يقدر يقدم تصور كيف حيرجع الدوري الممتاز، كيف حترجع المباريات المتبقية من الدوري الممتاز. ده كله في سبيل إعداد المنتخب الوطني اللي بتنتظر مباراة كبيرة أمام غانا في تصفيات أمم أفريقيا. أنا بفتكر إنه دي كله مسار مع جهات سيادية، مع جهات زي ما قلت وزارة الصحة ووزارة اللجنة العليا للطوارئ الصحية، لكن في مسار آخر مفترض إنه برضه الاتحاد يخط في حسابه، وهو يتواصل مع الأندية مع يشوف نظرتها للفترة الجاية دي شنو، خصوصا في ظل التفشي بتاع جائحة كورونا اللي بتهدد اللاعب والمدرب والإداري. صحيح. طيب انت ذكرت جانب مهم، انه الدور الممتاز قد يكون اعداد جيد بالنسبه للاعبي المنتخب الوطني، والعكس مرات خاصه في المباريات الافريقيه والخارج الاطار يعني الدوليه في المحيط الافريقي برضه بتاهل اللاعبين، يعني عمليه متكامله. طيب في حال تم استئناف الدوري، كيف حتكون استحقاقات المنتخب؟ ومنشوف انديه مختلفه الان استأنفت النشاطات الرياضيه في الخارج، الاداء ما كان بالصوره المرضيه بالنسبه للاعبين، لانه التمارين مرات بتكون في المنزل يعني ما عن طريق المدربين. صحيح. عموما فتره التوقف بتاع النشاط اللي هي عمرها 3 شهور دي حتاثر سلبا على مستوى اي لاعب. اذا كان المنفذين ناس الاتحاد العام لكره القدم بيفتكروا انه مفترض يعدوا المنتخب الوطني، مفترض يبدا من الان باي شكل إن كان استثناءات تصاريح، حتى انه اللعيبه يعودوا تدريجيا للملاعب، لانه في جوانب بدنيه اعداد بدني بيحتاج له اكثر من 20 يوم، بعدها المدرب بينتقل للجوانب الفنيه ايضا تحتاج لها 20 يوم. دي هنا اللاعب ممكن يصل لفورمه طبيعيه يعني يمكن من بعدها تحقيق نتائج ايجابيه، لكن في ظل توقف النشاط لفتره 3 شهور كل المدربين بيقولوا نحن بينتظرنا شغل كثير في الفتره الجايه دي، لانه اللاعب السوداني لاعب ما منضبط، يعني ما بيساعدك في الوجبات الغذائيه في الراحه بشكل سليم. في اثر اقتصادي برضه ممكن يكون على التوقف يعني. صحيح، ايوه. حتى الانديه الان بتتكلم من النقطه دي، بتشكي عنها كثير في ظل الظروف الاقتصاديه، بيقول لك انا لعيبتي متواجدين في الولايات في الشرك في الغرب. متقصره. ايوه ايوه، انا عشان اقدر استدعيم ذات يجوني مثلا للخرطوم او نادي في كادوغلي، دي كلها بتواجههم صعوبات كبيره انه يجمعوا لعيبتهم دي في حته واحده عشان يبدوا اعداد ويستعدوا للمرحله بتاعت استئناف الدوري الممتاز. طيب هل يمكن ان نشهد يعني عوده للنشاط الرياضي على طريقه الدوريات الكبرى في اوروبا؟ والله حسب علمي ومتابعتي انه الانديه عندها راي واضح في استئناف النشاط، وتفتكر انه من الصعوبه بمكان عوده الدوري في المرحله الجايه دي، لانه هم بيشكوا من ظروف اقتصاديه ومسؤوليه، يعني مسؤوليه كبيره بتقع عليك لما انت تجمع لاعب ومدرب واداري، كيف تقدر تحميه من الفيروس يعني يكاد انه يكون منتشر بنسبه كبيره في السودان. نعم. فهذه كلها جوانب مسؤوليه الانديه ما قدرت تتحمل المسؤوليه دي، فبتفتكر انه القرار السليم هو الغاء الموسم. يعني ما نتوقع عوده يعني مثلا مع احترام مع يعني احترازات او احترازات صحيه وقائيه. أيوة. من جائحه كورونا. نعم، الاتحاد العام اللي هو الجهه المختصه هو ساعي في انه يعيد النشاط ويستأنف الدوري الممتاز، لكن عشان ده يحصل بيصطدم بعقبات كثيره. اول حاجه الموسم انتهى في شهر يوم 11/6، عشان استكمل الدوري محتاج انه يعني يشيل موافقه من الجمعيه العموميه اللي هي اعضاء الانديه والاتحادات المحليه، يقدم لهم دعوه لجمعيه طارئه يقول لهم يا جماعه احنا موسمنا انتهى، عشان نستكمل الدوري الممتاز ده محتاجين لنا 2 3 شهور. بعد ذاك الجمعيه العموميه من حقها انه ترفض المقترح بتاع تمديد الموسم او تقبل به. فهذه كلها
انا بفتكرها صعوبات امام الاتحاد في استئناف النشاط. طيب من النقطه بتاعت اللاعبين اللي هم مطلقين الصراحه الان مرات في دول وفي مناطق مختلفه ولايه السودان، يعني هل كان من الاولى انه يكونوا متواجدين في محيط يعني الفريق، يعني سواء كان في الخرطوم هنا عند الهلال او المريخ، بعض الانديه بتكون في ولايه السودان؟ ده السؤال الاول. ويعني كيف حيكون مصيرهم مطلقيا الصراحه؟ لانه بعض الانديه دائما كانت بتعتمد على الجمهور والجانب الاقتصادي في تسيير اعمال، الان هم عقوداتهم قد تكون منتهيه تماما، عايزين تجديد، لكن في ظل جائحه كورونا هم مطلقيا الصراحه. صحيح. بالنسبه للنقطه الاولى، يمكن كل نادي بعد يعني خلاص الاتحاد اعلن تعليق المنافسه في شهر ابريل، كان كل نادي سرح لعيبته، اداهم راحة حتى ما حدد موعد لعودة التدريبات، وبعد ذلك كل لاعب مشى لأهله. وزي ما تعرف السوداني ده مدد في لاعب في الشرق وفي لاعب في الغرب، وإذا الأندية كان حاولت تحتفظ بهم حتكون مسألة مكلفة شديد بتاع إقامة وإعاشة وكده، عشان كده هم استخدموا الخيار بتاع إطلاق السراح. بالنسبة لعقودات اللاعبين، يمكن في معالجات أعلن عنها الاتحاد حتم للعيبة اللي أكملوا فترتهم في شهر يونيو ده اللي هو موعد التسجيلات الرئيسيه، لكن بقرار من الاتحاد العام حظر التسجيلات لانه الصحيه وحظر التجوال وموجهات اللجنه العليا للطوارئ دي كلها حالت دون قيام التسجيلات. نعم. المعالجات هي في تقديري ما حتكون مرضيه للانديه، لانه بيتكلم عن مستحقات قديمه ما استلموها، حتكون صعبه شويه. ايوه حتكون صعبه شويه. نعم. طيب الميركاتو الصيفي كيف ترى في ذي جائحه كورونا؟ والله هو يعني اي معالجات غير فتح التسجيلات ما بتبقى اللعيبه، اذا مثلا قلت لي يا اخي تستمر مع النادي ده في معالجه داخليه لمده 6 شهور يدبلوا لك مرتبك، حيقول لك مرتبي القديم ما استلمته. نعم. فممكن يحاسبوني على القديم حتى بعد ذاك نشوف الجديد. بالاضافه لانه برضه ممكن نتكلم شويه عن المريخ، ابواب فاتحه على الفيفا يعني. نعم، المريخ يعني يعاني كثيرا مع الاتحاد الدولي لكره القدم بسبب مستحقات للاعيبة أجانب لمدربين أجانب، ودي كلها أنا بقول نتيجة يعني نفس الإدارة ذاتها لما جابت اللاعب العقد ما كان سليم بنسبة كبيرة 100% أو 90%، العقد كان فيه كلها ثغرات لصالح المحترف الأجنبي. معروف إنه أي لاعب يفسخ عقده مع النادي بيكون في شرط جزائي ويكون في يعني مخالصة مالية مفترض الأندية تتحسب لها مبكرا عشان ما الموضوع يمشي لقدام في الفيفا وتجي تهديدات وتوعيدات بأنه نحن حنعاقبك من التسجيلات وكذا. فأنت من الأول خط حساب الشرط الجزائي يكون مبلغ معقول أنت بتقدر عليه. وفي النادي في النهاية أنا شايف أنه نادي المريخ والهلال دي أندية كبيرة كبيرة على أي لاعب، أي لاعب مفترض يجي بشروط النادي يعني. لكن للأسف نحن بنشوف في الأندية الرياضية الرئيسة في السودان كلها سواء كان في الهلال أو المريخ أو بقية الأندية اللي دخلت حتى في دوري الكونفدرالية الإفريقية، بعد تتعاون مع مدربين من الخارج أو محترفين بتحصل مشاكل، قد يكون اللاعب أو المدرب ما الكفاءة المطلوبة، بعد ذاك تحصل في الشكاوى أو كده، معظمها قد يكتسب المدرب يعني. هل المشكلة أصلا يعني مستمرة مشكلة إدارية، وكيف ممكن نحد منها في الفترات الجاية يعني؟ صحيح، أنا بتفق معك أنه هي مشاكل متكررة وبتشمل كل الأندية، الهلال فيه مشاكل، المريخ، أهل شندي حتى فيه مشاكل، فهذه كلها نتيجة لعدم الدراسة وعدم التخطيط أنه المدرب ده يجي موسم ولا يجي موسمين، أنت حوجتك له قدر شنو يعني. نحن بنجيب مدرب عشان يمشي لنا البطوله الافريقيه، لكن اول ما الفريق السوداني يطير من البطوله الافريقيه كان في دوري المجموعات او في مرحله متقدمه بنشوف خلاص المدرب الاجنبي ده ما في داعي. ايوه ما في مباراه يعني، هو لعب مباراتين. أيوة. مباراه واحده وتغلب فيها بدون مهله ثانيه او كذا. أيوة. الثالثه طوال بقول لك المدرب ده ما نافع، قد يكون هو رؤيته الكليه للفريق ما اكتملت حتى انه يعرف المداخل والمخارج، فعايزينه طوال كذا محتاج فتره انه يتاقلم على من مباراه ومباراه. صحيح، نحن بنتعاقد مع المدرب بس سنه وبنجي نحاسبه بالكوره ونقول له لا خسرت هنا وفزت هنا، ده كده ما بيجي اصلا على الرئيس، سلبيات كثير، شغل السماسره. ايوه شغل السماسره بالضبط. طيب يعني نادي الهلال اعلن عدم ترشحه من جديد، يعني كيف ممكن انه يصير نادي الهلال الاعلان عن عدم ترشحه؟ والله انا بفتكر انه اشرف الكاردينال يعني فاجأ جماهير الهلال يمكن بقرار انا بقول صادم وقرار حزين، نسبه لانه الرجل جاء لحكم الهلال عبر صناديق الاختراعات ونال ثقه الجمعيه العموميه، فهو
اختار توقيت مناسب جدا للقرار ده، خصوصا انه عمر المجلس بينتهي يوم 13/7 الجاي ده، دي عمر المجلس المنتخب بينتهي. بعدها طبعا في الوقت ده ما في جمعية عمومية، ما في انتخابات، حيقوم يحصل لجنة تطبيع في نادي الهلال. لجنة تطبيع الخيار ده كان مرفوض بالنسبة لأشرف الكابينات، وقال لأنه هو ما أعلن عن أسباب الاستغالة، لكن أنا في تحليلي أنه هو احترم رغبة الجماهير، لأنه في الفترة اللي فاتت دي في كلام مطالبات برحيل المجلس ورحيل الكاردينال وكده، فأنا في تحليلي أنه هو الكاردينال احترم رغبة جماهير الهلال اللي بتنادي برحيله تحت الفرصة لشخصيات جديدة وكده. يمكن هو ما يعني ما قال هيستغل، هو قال هيتم فترته بس بعد ما يتم فترته ما هيترشح من جديد يعني. لأنه أصلا القانون هو القانون، لو ترشح لكم دورة القانون هو بيلزم أنه دي آخر له دورة يعني في النادي تقريبا. حتى الآن هو الهلال نظامه الأساسي المفروض يعدله، يعمل نظام قياسي مواكب للاتحاد وكده، لكن هو أعلن عدم ترشحه في الانتخابات الجاية دي وكده، فده ما معروف ذاته، يمكن مع مرور الأيام يحصل رجاءات توسطات عشان ما يستكمل مسيرته مع الهلال. بأي حال من الأحوال هي أجواء صحية، إذا ذهب الكاردينال يمكن أن يفتح الباب لآخرين يتقدموا الصفوف، يجي يتصدروا المسؤولية، ودي سنة الحياة، ودي هي ظاهرة صحية مفترض تكون موجودة في كل الأندية، إنه الناس تتعاقب على إدارة النادي بصورة ديمقراطية أفضل من الاعتماد على لجان التسيير. طيب كده. طيب لو قلنا إنه الكاردينال في البنيات التحتية تنمية نادي الهلال التفاصيل مختلفة هو ما قصر تماما، قد يكون الهلال واجهة جميلة بالنسبة لأستاذ الجوهرة أو غيره، لكن العمل الإداري عموما فيه بعض الهنات، وهو دفع جمهور الهلال الغاضب لأنه إزالة الكاردينال أو بعد اكتمال فترته. فعايز أتكلم المشكلة وين الرئيسية اللي بتواجه الأندية السودانية، سواء كان الهلال الآن بمر بفترة عصيبة أو المريخ، يعني قد يأتي الرئيس النادي بأجندته برنامجه الانتخابي، ومن ثم يباشر مهام المختفى، لكن قد ما يكون في برنامج تنفيذي مراقب. يعني احنا عايزين جهاز تشريع هو بيكون مراقب لأداء النادي، شوف الهناد عشان أصحح مسار النادي. فهل انت بتشوف المشكلة الرئيسية في رئيس النادي، المشكلة ممكن يتكون جهاز تنفيذي تشريع عشان يباشر المهام الكلية ويراجع بعدين الأخطاء؟ صحيح، يمكن أنا بقول يمكن ما حققه الكاردينال من نجاح لا يختلف فيه اثنين، يمكن السيد أشرف الكاردينال اهتم كثيرا بالجانب البنية التحتية، عمل على توسيع استاد الهلال لاستيعاب أكبر عدد من الجماهير، عمل على إنشاء فندق الجوهرة الزرقاء، وده خدم الفريق كثيرا، مزق فاتورة الفنادق والفاتورة المالية المكلفة، وبعدها يمكن هيئ دار النادي للأعضاء، ده بالنسبة للبنية التحتية. حتى على مستوى المناشط اللي هي كرة القدم، في فريق الهلال، في فريق الشباب، في نظرة مستقبلية بدأ يدعم فريق الشباب اللي هو جاب نتائج، جاب أسماء بدأت تزعت، ممكن نذكر منها موفق صديق ومؤمن عصام، فدي كلها نظرة مستقبلية كانت من السيد أشرف الكاردينال. جميل يعني أستاذ سامي، بس أنا دار الإشارة تكون سريعة عشان نستفيد من الوقت. يعني المشكلة هل من رئيس النادي ولا من الأجهزة التنفيذية؟ لأنه مرات بيكون نفس المسؤولين، واحد قاعد في مكتبه ما شايف أي حراك مختلف، فنحن عايزين جهاز رقابي تشريعي يكون يعمل واجهة النادي عموما، يعني عشان الفرق دي تكون بالصورة المطلوبة يعني والآداء كويس. الجهاز الرقابي هو الجمعية العمومية للنادي اللي هي بتختار المجلس، بتجيبه تديه الصيغة، بعد ذاك التقييم بيكون لها الحقيقي في نهاية دورته، إذا كان ترشح لأربع سنة يبقى انه الجمعيه العموميه حتحاسبه بعد اربع سنوات، تقول له انت زمان قلت لي انا في برنامج انتخابي 1 2 3 نفذت منه حيات وحيات ما نفذتها، بعد ذاك حسب رؤيه الجمعيه العموميه والتصويت هل هو يستمر او يجي رئيس غيره. يمكن في يعني اجتماع طارئ اليوم عن المجلس الهلال، نادي الهلال، يعني ما هو متوقع في هذا الاجتماع اللي اعلن انه المجلس، ويعني المتوقع شنو يعني هيناقشوا شنو هيقولوا شنو اليوم؟ والله هو أعلن عن الاجتماع لكن ما أعلنت له أجندة، لكن الواضح أنه هو حيكون السيد أشرف الكاردينال داري يبلغ أعضاء مجلس الإدارة رسميا بعدم نيته في الترشح في الانتخابات الجاية. تفضلي هلال. نكمل في نادي الهلال، في نفس النادي وأطهر الطاهر، يعني وهل يمكن أن يجدد ولاءه للهلال وإلى أين؟ يعني أطهر بنسبة كبيرة أنه هو حيستمر مع الهلال، حيجدد لفترة قادمة، لكن هو واجهته صعوبات كثيرة، يمكن كان في نية أو عروض خارجية دي ما نجحت بسبب إغلاق المطارات والظروف اللي نحن فيها دي، حتى التسجيلات المحلية ما في تسجيلات الآن، لكن كرغبة كده هو عنده رغبة يستمر في الهلال إذا ما أراد اللعب في السودان،
واذا اتيحت له فرصه بتاعت الاحتراف خارجي ربما يجدد للهلال ويسحب عن طريق الاعاره او يعني يلعب داخليا للهلال واذا وفرت له عرض افضل يمشي يطلع يحترف برا. طيب سامي لو تكلمنا عن شيبوب اللي هو فتح الباب للمحترفين في السودان يحترفوا خارج الوطن، سيب التنزاني قد يكون هو عقده انتهى لكن القرار متروك لمن يعني؟ هل متروك لنادي سيمبا ولا للاعب نفسه في رغبته انه يستمر مع الفريق؟ هنالك طبعا الاداره بتختلف عن هنا، هنالك في مدرب هو المسؤول الاول عن عمليه الاحلال والابدال، هو مدرب يعرف امكانيات شرف الدين شيبوب جيدا، وحتى قريت له تصريح قبل كم يوم قال انه هو يعني الذي يحدد استمراريه شرف مع سيمبا او عدمها، فواضح في تصريحاته انه هو بيرغب في انه اللاعب يكون موجود مع الفريق لفتره جايه وكذا. طيب كيف ممكن يفتح الابواب بالنسبه للمحترفين في السودان احتراف الخارج يعني؟ هل شيبوب هو شويه كذا في نفق يعني بالنسبه للاعبين السودان في الاحتراف خارج الوطن يعني؟ والله نحن ما شاء الله حاليا عندنا اكثر يعني مثلا من لاعب في دوريات عربيه ودوريات افريقيه بشكل جيد، يمكن محمد عبد الرحمن بيقدم في تجربه كويسه خالص في الدوري الجزائري، بكري المدينه في الدوري العماني، شرف الدين شيبوب زي ما ذكرت في التنزاني، لكن نحن نطمح لاكثر من كده، وكل ما اللاعب طلع في عمر صغير بيقدر يستفيد هو ويفيد السودان يعني. يفيد الكره السودانيه، نتمنى ذلك يعني. من الاخبار المحليه خلينا ننطلق شويه للعالميه يعني، لانه في اخبار كثيره جدا في السوحه العالميه، ويمكن من ضمنها يعني انطلاق قطار الدوري الانجليزي يوم امس، مانشستر سيتي بالفوز على ارسنال 3-0. صحيح. مباراه عنوانها العريض انه كانت خلف الابواب المغلقه بعيدا عن اعين الجماهير، الناس كلها تابعتها عبر الشاشات. واستمتعت يمكن بثلاث اهداف حسمت النقاط لمانشستر سيتي. الثلاث اهداف تبادل في تسجيلها رحيم ستيرلينج ودي بروين وبيل فودين، دي منحت مانشستر سيتي ثلاث نقاط غاليه وامن التواجد في المركز الثاني برصيد 60 نقطه، وفرضت على الارسنال انه يبقى في المركز التاسع برصيد 40 نقطه. طيب مباشره نمشي لنهائي كاس ايطاليا يعني، بركلات الترجيح 4-2 تصدر نابولي بطلا لكاس ايطاليا. تكلم عن اجواء المباراه خاصه في ظل جائحه كورونا، وقدر كيف ممكن نابولي وصل لهذه المرحله خاصه انه ركلات الترجيح قد تكون بعد فريق اثنين يعني. كويس. يمكن المباراه دي احتفظت بكل اسرارها حتى الدقيقه الاخيره، انتهت نتيجتها بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعدها احتكموا لركلات الترجيح اللي هي كان فيها كل الاثاره وفيها كل المتعه يعني، يمكن هي ابتسمت لنابولي ومنحته اللقب السادس في تاريخه بعد ما يعني انتهت النتيجه بتاعت ركلات الترجيح 4-2 لصالح نابولي. اضاع يمكن لاعب وسط اليوفي ديبالا ركله جزاء اولى، عقب لاعب اخر ضيع ركله جزاء ثانيه، منحت الافضليه لنابولي واللي يعني ظفر زي ما قلت لك بكاسو السادس في تاريخ النادي. نعم. طيب ريال مدريد ومباراه اليوم من اجل العوده للصداره في مواجهه فالنسيا. ريال مدريد اليوم بيتاهب للظهور الثاني عقب استئناف النشاط الدوري الاسباني وكده، وهو بيدخل المباراه دي يعني في ترتيب المركز الثاني برصيد 59 نقطه، ومقابله منافسه فالنسيا عنده 43 نقطه في المركز الثامن. أنا بفتكرها دي يعني مباراة مراكز خارجية. ريال مدريد بيطمح في تحقيق فوز جديد ومطاردة برشلونة المتصدر، وحظوظ ريال في مباراة اليوم ستكون أفضل باعتبار عودة كارفاخال وغاريث بيل لصفوف الفريق في مباراة اليوم. يعني كيف ممكن نشوف كان في إصابات مختلفة في ريال مدريد، يعني نشوف حجم الأداء قد يكون مختلف يعني بسبب التوقف بسبب الاصابات اللي كانت في الفريق؟ نتوقع انه الاداء يتصاعد المباراه اللي فاتت بعد ما ادى اللاعبين يعني سلسله من التدريبات، وشيء طبيعي انك انت لما تلعب كوره وكورتين المستوى بيرتفع للاعلى وبكون في شكل فني مختلف، لكن بشكل عام المباراه يعني ما حتكون بنسبه مشاهده عاليه خالص، لانه زي ما قلت لك في ضعف كبير في الجوانب الفنيه والبدنيه، الناس طالعه من فتره بتاعت توقف طويله وكده، فما متوقع انه المشجع ما يلقى فيه او المشاهد ما يلقى فيها المتعه الكبيره يعني زي ما كانت قبل الجائحه وكده.
طيب لو جينا في شرب بيزاوي شوفك انت كمحلل رياضي المشهد الرياضي الان، معظم المباريات اللي في اوروبا او في الخارج، يعني كيف انت بتشوفها من ناحيه الاداء؟ يعني هل جائحه كورونا اثرت سلبا على نفسيه اللاعبين، على اداء اللاعبين داخل ارضيه الملعب، والامر برضه فيه نوع من يعني متفاوت كذا؟ صحيح، يمكن عقب كل مباراه بيكون في استوديو تحليلي يكاد يجمع فيه كل المحللين على انه المباريات دون المستوى المتوقع لأسباب منطقية وأسباب يعني تبرئ ذمة اللاعبين، إنه اللاعب كان واقف لفترة طويلة حتى لو كان في تمارين فردية تختلف عن التمارين الجماعية مع النادي وكذا. وما نخشاه إنه المباريات دي تعرض الناس لإصابات كبيرة لأنه ضغط المباريات كتير. والعودة للعب التنافسي بعد فترة التوقف ممكن يعرض أي لاعب لإصابة، رغم أنه في احترازات صحية في دعم كامل للملاعب والغرف وغيره. طيب يمكن برضو من الأخبار اليوفا يعلن مصير دوري أبطال أوروبا، يعني عايزين نعرف المقترحات والجدول في الدوري الأوروبي. كويس، هو تصور لاستكمال دوري أبطال أوروبا اللي يعني وصل لمرحلة نصف النهائي أو في مباريات لسه في الدور ربع النهائي ما اكتملت، لكن التصور إنه هو دوري يختلف عن ما بدأ المنافسة، دوري مجمع في مدينة لشبونة العاصمة البرتغالية، فالأندية حتتجمع حتلعب مباراة واحدة بدلا عن ذهاب وإياب، حتتلعب في حتة واحدة والفائز فيها حيصعد لمرحلة متقدمة. حتى هو ذاته المدى الزمني بتاعه ضيق جدا جدا، من يوم 7/8 حيبدا الدوري يستأنف وحيختتم في يوم 23. انا بشوف ان هذه هي استكمال المنافسه من اجل الكسب المالي والوفاء بالعقودات الموقعه مع الجهات الراعيه والجهات الناقله وكذا. سامي دراس، صحفي والمحلل الرياضي ومحلل النوافذ الرياضيه عبر صباح الشروق، شكرا على كل الاضاءات اللي قدمتها من خلال حلقه اليوم، كثر خيرك، اتمنى لك نهايه اسبوع سعيده. شكرا لكم وان شاء الله بالتوفيق لكم كلكم، انا سعيد كنت معكم. شكرا جميعا لك.